بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله تعالى هنتكلم على تكنيك جديد من تكنيكات البي سي ار او التكنيكات المعتمده على البي سي ار واللي بيستخدمها العلماء في اغراض مهمه في البحث العلمي والمولكولر بيولوجي. النهارده باذن الله تعالى هنتكلم على ما يسمى بالانفرس بي سي ار. الانفرس بي سي ار او البي سي ار المعكوس ده من التكنيكات المهمه جدا، انه هذا التكنيك بيسمح لي بان انا استطيع ان انا اعزل منطقة مجهولة التركيب وتعرف على تركيبها. طيب هو دي كنت طب ايه الفرق بينه وبين البي سي ار العادي؟ ما احنا في البي سي ار العادي كنا بنصمم برايمر من الاطراف للمنطقة المجهولة ثم نعزلها. لا، الانفرس بي سي ار هي طريقة تم شرحها او وصفها عن طريق عالم اسمه اوشمان ودور كان سنة 88. الفكرة فيها ان انا بعمل او تضاعف يعني الدي ان اي سيكونس ولكن المحيطة بتتابع معروف، يعني انا عندي تتابع معروف وعايز اعرف المناطق المحيطة بيه. قبل كده كان العكس، كان عندي مناطق معروفة محيطة بجين معين وانا عايز اعرف تركيب الجين المعين ده ايه، فانا بجيب بعمل بي سي ار للفلانكينج ريجن او المناطق المحيطة بالجين عشان خاطر اعرف الجين ده تركيبه ايه. فكنت بصمم برايمر فورورد وريفرس عشان اجيب تركيب المنطقه اللي في النص اللي ما بين البرايمر فورورد وريفرس. دلوقتي العكس، انا عارف المنطقه اللي في النص او تركيب الجين وعايز اعرف المناطق اللي بره المحيطه بيه، وهنكلمكم على ابلكيشن مهمه لهذا التكنيك. فانا عندي ما يسمى بالنون سيكونس او التتابع المعروف، يعني مثلا جين معروف تركيبه ولكن انا عايز اعرف مناطق المحيطه بيه زي مثلا البرايمر منطقه البروموتور بتاعته، منطقه الترمينيتور بتاعته. فالفلانكينج ريجن بتاعه النون سيكونس ده هي اللي مش معروفه ولكن الجين نفسه او السيكونس نفسه جزء منه معروف، مثلا زي منطقه الفي ان تي ار اللي هي المناطق اللي بتستخدم في البصمه الوراثيه. برضو ديت ممكن تكون عايز اجيب مناطق دي واتعرف عليها بشكل كويس، فانا المناطق المحيطة بها عشان اصمم لها برايمرز. دي برضو من التطبيقات. فبالتالي اهم حاجة ان يكون عندي نون سيكونس معروف وانا بحاول ان انا او سيكونس معروف منطقة جينية معروفة وانا عايز اعرف المناطق المحيطة بها تركيبها ايه. زي الصوره اللي قدامكم ديت، في نون دي ان اي ريجن منطقه معروف تركيبها، ده في الكونفنشنال بي سي ار مثلا. الجزء اللي فوق ده الكونفنشنال بي سي ار العادي. عندي منطقه معينه وعندي منطقه زي ما انتم شايفين فلانكينج ان نون ريجن. فلانكينج ان نون ريجن ار العادي كنت بعمل في المنطقه اللي معروفه او الجين المعروف او الجزء اللي معروف السيكونس بتاعه، كنت بصمم جواه برايمر عشان خاطر اعرف المنطقه اللي جوه موجوده دي تركيبها ايه. لو كانت معروفة بقى انا هنا في ده طبعا conventional PCR PCR العادي. في الانفرس PCR بقى انا بعمل العكس، المنطقة اللي معروفة دي انا عايز اعرف المناطق اللي مش معروفة المحيطة بيها اللي بيسموها flanking region. فانا في هذه الحالة بعمل primers ولكن في الاتجاه العكسي، يعني تشوف اتجاه البرايمر اسهم ماشية ازاي، ماشية في الاتجاه العكسي، وبالتالي ده اللي بيخليني ان انا اصمم هذه البرايمر بحيث ان انا اعرف المناطق المحيطة بهذا التركيب اللي انا عارفه. يبقى انا عندي تتابع او منطقة معروفة اللي هي بالماضي دي، وعندي منطقة محيطة بها او ما تسمى بالفلانكينج ريجن محيطة بها من الطرفين الايسر والايمن، وعايز اعرف هذه المناطق تركيبها ايه. فبصمم برايمرز في ماشيه في اتجاه العكسي. طب نعمل ده ازاي؟ لو عندي منطقه محيطه زي ما انتم شايفين، المنطقه معروفه ومنطقه محيطه بيها، المنطقه اللي باللون الاحمر دي هي النون ريجن او المنطقه المعروفه، حواليها الان نون ريجن. طبعا بقطع، المفروض ان انا بصمم بقطع الطرفين دولت بريستريكشن انزيم، ثم بعد ما اقطع الطرفين بالريستريكشن انزيم المعروف في سواء في الطرف الايسر او الطرف الايمن، ثم ابدا ان انا بعمل ايه، بتبقى المنطقه عندي بتعمل زي السيركل لان انا قطعتها من الطرفين بنفس الريستريكشن انزيم. فالريستريكشن انزيم اللي قطعها من الطرفين بتوعها طبيعي هيبقى فيه ستيكي انس للطرفين دولت، فهيبقى هيجي يعمل زي البلازميد كده، هيعمل زي
سيركل، هيلف على بعض ويمسك في نفسه. ثم بقى المنطقة المجهولة، المنطقة المعروفة عندي في النص اللي هي الجين، هقطع بيها جواها في نصها بريستريكشن انزيم، بحيث ان الوضع هيبقى الطرفين عندي الايسر والايمن هما اللي معروفين، والمنطقة اللي في النص اللي هي كانت اصلا محيطة في الاطراف اللي هي باللون الازرق دي، هي دي دلوقتي اللي اصبحت في النص عندي. فاصبح من السهولة ان انا اصمم برايمر في الجزء الايمن والجزء الايسر، بحيث ان انا اقدر ان انا اعمل سيكوانسنج لهذه المنطقة واتعرف عليها. تاني يبقى عندي منطقة معروفة هي اللي باللون الاحمر اللي في النص دي، ده الجين او المنطقة اللي معروف تركيبها ايه، ومحاطة من اليمين والشمال بمنطقة مجهولة او غير معروفة. ببدأ من الاطراف اقص بالريستريكشن انزيم، ثم ابدا بعد كده بعد لما اقص بالريستريكشن انزيم من الاطراف بيحصل سيركلينج، يعني المنطقه اللي قصتها من الاطراف هيبقى في ستيكي اندز يمين وشمال، المنطقه دي او الخيط ده بيلف حوالين بعضه وبيعمل سيركل بتاعي زي البلازميد، وبالتالي السيركل بتاعي زي البلازميد في نصه بيبقى الجين اللي انا عارف تركيبه. بشوف باخد السيكونس بتاعه واحطه على النيب كاتر مثلا او على اي برنامج بيدور على الريستريكشن انزيم، وادور على سنجل ريستريكشن انزيم بيقطع في النون ريجن بتاعتي، وبالتالي اقطع بيه، هيبقى عندي السيكونس كالاتي. السيكونس بتاعي اتفرد، بقت الجزئين الايسر والايمن هما اللي معروف تركيبهم، والجزء اللي في النص هو اللي مش معروف تركيبه اللي هو اللي باللون الازرق ده. وبالتالي اقدر اصمم برايمر يمين وشمال عشان اعمل امبليفيكيشن للمنطقه اللي في النص دي واعمل لها سيكونسنج. طيب انا هوريكم شكل مبسط، ادي اللي هو النون سيكونس موجود في النص اللي هو باللون الرمادي، ادي الشكل ده يمكن اوضح شويه. ثم عندي في الطرفين النون ريجن، هقطع بالريستريكشن انزيم يمين وشمال، فهيطلع عندي ستيكي انز في الاطراف، ثم طبعا دوت يتجمع اللي هو اللي هيلف على بعضه وهيعمل لي الشكل السيركولر ده. واجي من الشكل السيركولر ده زي ما انتم شايفين هبدا اعمل اقطع في الجين المعروف اللي هو لونه رمادي ده. فلما اقطع بالجين اللي لونه رمادي ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل في النص يعني هيتفرد عند الخيط، لكن النون ريجن اللي المنطقه اللي معروفه هتبقى في الاطراف، وبالتالي من السهل بقى ان انا اعمل سيكونسنج واتعرف على المنطقه اللي في النص اللي هي لونها وردي دي اللي مكتوب عليها unknown DNA sequence. فالانفيرس بي سي ار طبعا دوت طريقه سهله للتعرف على الاطراف بتاعه الجين او المنطقه المحيطه بها. طب يا ترى ايه الابلكيشن بتاعته؟ الابلكيشن بتاعته في المولوكولر جينيتكس كثيره جدا، منها مثلا ان انا بتعرف زي ما قلت على المناطق المحيطه بالترانسبوزابل اليمنتس، والترانسبوزابل اليمنت دي هنتكلم عليها في المحاضره القادمه في هذا المديول، وهنتكلم على طرق البي سي ار لعزلها الكثيره وازاي ممكن نستخدمها في اشياء كثيره جدا، منها الدي ان اي فينجر برينتنج او في البصمه الوراثيه وحاجات كثيره جدا. من ضمن الحاجات لازم اكون متعرف على الترانسبوزابل اليمنتس ده او الريترو ترانسبوزابل اليمنت طبعا، او العناصر الدي ان اي المتنقله، وده طبعا مفهوم مهم جدا بالنسبه لنا. فعشان اقدر اعزل هذه المناطق الجينوميه المتنقله واتعرف عليها واتعرف على تركيبها لانها كل شويه تغير مكانها، لازم زي الفيروسات كده. فبالتالي عشان اتعرف على هذه المناطق وتتبع تحركاتها في الجينوم لازم اكون عارف تركيبها وعارف المناطق المحيطه بيها ايه عشان اقدر ان انا اعزلها واشوفها. زي ما الشكل ده بيبين، ده مثلا تجربه عمليه بتعمل الخطوات اللي احنا قلنا عليها اللي هو بتعمل البرايمر في الاتجاهات العكسيه بعد الشغل اللي احنا اشتغلناه، وبتشوف طبعا ان احنا ممكن نوصل في الاخر نتعرف على هذه المنطقه طبعا في الاولاني ده بعد ما قطعت القطعه الاولانيه، والتاني بعد ما عملت الشكل النهائي اللي هبدا ان انا اعزله واتعرف عليه عن طريق البي سي ار. ولكن بعد ما انا وصلت بقى للانون سيكونس بخليها في النص زي ما انتم شايفين، يعني بوصل اهم حاجه بنقلها من الاطراف، الانون سيكونس دي بعد ما كانت عندي
في الاطراف، انا بنقلها من الاطراف الى المنتصف لانها بتعكس زي ما احنا شفنا في التكنيك، وبتوصل لي في الاخر ان انا عندي السيكونس بتاعي اللي هو النون اللي هو كان في الاطراف بقى في المنتصف، وبقى محاط بنون سيكونس بتتابعات معروفه. بدل محاط بتتابعات معروفه اقدر بقى اعمل بسهوله برايمر في الاتجاهين العكسيين زي ما احنا متعودين في الستاندرد بي سي ار، واقدر ان انا اعمل له سيكونسنج واتعرف على التتابعات بتاعته بمنتهى البساطه. وبدل ما اتعرفت على التتابعات بتاعته اقدر بعد كده اصمم برايمر في هذه المناطق عشان خاطر اعزلها واتعرف عليها داخل الجينوم. زي ما قلت ان الهدف الاساسي منه هو التعرف على المناطق الانون بالنسبه لي او المناطق المجهوله بالنسبه لي. وده مثلا زي ما قلت في لو حبيت ان انا اتعرف مثلا على منطقه البروموتر او منطقه الانهانسر اللي هي بتبقى موجوده اعلى الجين بتاعي، او المناطق اللي موجوده في داون ستريم اعلى الجين بتاعي في الاب ستريم يعني قبل الطرف 5. في الداون ستريم معناها بعد الطرف 3، بعد جيف ترم من ناحيه الطرف 3، او مناطق الاكزون ريجن مثلا اللي بتستخدم اقدر اعرفها عن طريق الانفرس بي سي ار. برضو اقدر ان انا اعرفها عشان اشوف مناطق الانون ري ارينجمنت اللي هي الطفرات اللي تعمل ري ارينجمنت للجين، يعني بتغير تركيب الجين او بغير ترتيبه، بتودي دي هنا ودي هنا، دي طفرات بتسمى ري جين ري ارينجمنت، يعني بتعمل تعديل في الجين فبتغير لي تركيب الجين نفسه. فانا عايز اشوف يا ترى ايه المناطق المحيطه عشان خاطر اعزل الجين واتعرف عليه، او طفرات الجين فيوجن اللي هو التداخل الجيني، او الجينات الخاصه بالانكوجين اللي هي طفرات الخاصه بجينات المسببه للسرطان الري ارينجمنت بتاعهم على الكروموسومز، يعني الري ارينجمنت اللي ممكن تحصل على الكروموسومات. برضو بتقدر انها تعمل لي انفستيجيشن او تعرف على المناطق الجينيه او التغيرات في دخول منطقه مثلا فيروس جديد دخل وعمل في السيجمنت بتاعته، او بلازميد مثلا عايز اشوف اتعرف على التركيب بتاعه، وحاجات كتيره جدا تقدر ان انا اتعرف عليها من خلال الانفرس بي سي ار، وليه تطبيقات كتيره في المولوكولر بيولوجي. وده يعتبر من التكنيكات الهامه جدا للمولوكولر بيولوجيست او العلماء اللي شغالين في المولوكولر بيولوجي، ولكنه ينضم الى مجموعه التكنيكات السابقه اللي اتكلمنا عليها. فبالتالي هو تكنيك متميز جدا الغرض منه التعرف على المناطق المحيطة بمنطقة معروفة، يعني مناطق unknown أو غير معروفة بتحيط بمنطقة معروفة، فعايز أعرف ماهية هذه المناطق المحيطة. وزي ما قلت هذا التكنيك لوحده ما ينفع، لازم يكون معاه، لأن زي ما انتم شايفين بنرجع تاني للنورمال بي سي آر عشان نستخدمه. التكنيك دوت له تطبيقات كثيرة تحدثنا عنها، وده مكمل لمجموعة التكنيكات أو التطبيقات الأخرى اللي بتعتمد على البي سي آر زي السيمبل سيكونس ريبيت أو الترانسبوزون أو ترانسبوزبل إيليمنت ايدنتيفيكيشن أو كده، اللي هنتكلم عليها في محاضرات قادمة بإذن الله تعالى. تكون الحلقة دي أو هذا التكنيك مفيد بالنسبة لكم بإذن الله تعالى. في الحلقات القادمة سوف نتعرض لمجموعة أخرى من التطبيقات اللي معتمدة على تكنيك البي سي آر، وهنشرحها معانا بالتفصيل ونتناقش فيها. ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.